بسم الله الرحمن الرحيم. أهم الوظائف في مجال البيم، وطبعا في تقسيمات كتير، يعني كل كتاب أو كل كود بيقسمهم تقسيمات، بس هناخد التقسيمات السهلة اللي مفيهاش لخبطة. وطبعا كل ما الشركة بتكبر بيبقى في وظائف بتطلع في النص. تمام، أول وظيفة عندي اللي هو البيم مانجر، أو في بعض الكتب بتسميه بيم كابتن، أو بتسميه ماستر أو سينيور، بس هو يعني اللي متعارف عليه في الدول العربية بيم مانجر. وده واحد بتبقى خبرته فوق 15 سنة، ده بيبقى مسؤول عن حضور الاجتماعات، مسؤول ان هو يحدد المشروع ده هياخد وقت قد ايه وفلوس قد ايه. المفروض ان هو ما بيشتغلش في الموديل بايديه، لان هو عشان يدير العملية صح لازم يشوفها من فوق، بس ممكن لو في حاجة وقفت قدام الناس هو يدخل يحلها، هو اللي بيظبط الكود او بيعدل في الكود او الستاندرد بتاع الشركة، بيحدد ايه الليرات، بيتابع الناس ماشية بالحاجات دي ولا لا. تمام، هناخده بالتفصيل بعد كده، بس خلينا ناخد اهم الوظائف. البيم كوردينيتور ده المفروض ان هو بيبقى شغال في ديسبلين او اكتر من ديسبلين، او شغال فيهم كلهم، بينسق بينهم. تمام، ويشوف الكلاشات ويتابع الكلاشات، فلازم يبقى عارف برنامج من برامج الموديلنج وبرنامج من برامج اللي بتحل الكلاشات. تمام، لازم يتقن حاجة من الحاجتين دول. تمام، او اكتر من برنامج، يعني ممكن يكون مثلا بيعرف يشتغل على تيكلا واركيكاد وريفت مثلا، او يعرف واحد فيهم بس، او هو تخصصه معماري بس او تخصصه انشائي بس، يبقى مسؤول ان هو ينسق بين القسم بتاعه وبقية الاقسام التانية، او لو شركة تبقى صغيرة شوية بيبقى هو شخص واحد مسؤول عن كل الاقسام. في بعد كده بيم سبيشاليست، ده المتخصص في الموديلنج، وده بيرفع التقارير بتاعته او بيتكلم مع البيم كوردينيتور، والبيم كوردينيتور بيرفع للبيم مانجر. ده بيبقى مسؤول ان هو القسم بتاعه هو اللي يعمل الموديل، وبعد كده البيم كوردينيتور بياخد ينسق بين الاقسام، يتاكد اذا كان في كلاشات ولا لا، ويبعت له يقول له في كلاش في المكان الفلاني حرك. بيبقى في برضه في بيبقى زي جونيور ديزاين، في شخص ممكن ما يكونش شغال في البيم بس هو مسؤول ان هو يتابع اللوح، و بيعرف مثلا برنامج زي اي برنامج يشوف اللوح بس، يعني زي ديزاين ريفيو، مجرد بس يشوف الملف ويعمل تعليقات ويتاكد ان كل حاجه شغاله سليمه. لو رحنا للبيم مانجر، هنقول ان البيم مانجر هو مسؤول عن ان هو يقود مجهود الفريق، هو مسؤول ان هو على الاداره بتاعت الفريق، هو مسؤول لو في كذا بيم كوردينيتور هو مسؤول ان هو ينسق بينهم ويتاكد ان شغلنا سليم. وان ساعات احنا بنبقى مقسمين الموديلنج لحاجتين، وركينج وفي فولدر تاني بيبقى شير، يعني بيبقى في فولدر الناس شغاله عليه ولما يخلص الشغل بيتحط في الشير، فيتاكد ان هو بيتحط في الشير في الفتره اللي احنا محددينها، يعني مثلا مره كل اسبوع، مرتين في الاسبوع، مره كل اسبوعين حسب حجم المشروع. فهو بيتأكد من الموضوع دوت، يتأكد إن العملية ماشية زي ما احنا خططنا، هو بيحط الخطط بيتأكد الناس ماشية عليها، بيتدخل لما تحصل أي مشكلة، فلذلك لازم يكون تكنيكال عالي بحيث لما تحصل أي مشكلة عارف الحلول بتاعتها. هو اللي بيحدد الورك فلو بتاع المشروع، المشروع ده رايح فين، هو اللي يعني يعتبر بيعمل له سيت اب، هو اللي بيعمل كيك اوف او يعني دفع الامام للمشروع، هو اللي بيعمل سبورت للناس، عنده استعداد يعمل سبورت في المعماري والانشاء والكهروميكانيكال، عشان كده لازم تبقى خريطته كبيره، يكون احتك بكل الحاجات. ممكن يكون هو ما شغالش في قسم معين او مش متخرج من القسم دوت، بس عارف المشاكل واحتك بيها، ويقدر لو في مشكله جديده يقدر يدور على الحل، او يقول له انت تعالى نعمل له بطريقه ديت، يقدر يوصل لحل كويس. فلذلك لازم يكون خبرته كبيره. تمام، يعني اقل حاجه مثلا 5 سنين يكون هو اشتغل في الشغل كله، يكون عنده استعداد ومهارات ان هو يشتغل عليه برنامج ويطور نفسه، يكون عارف يشتغل على البرنامج من برامج النمذجه وبرامج الكوردينيشن وبرامج الاوتوكاد، برامج يعني عارف هو الحاجات ديت، وعنده استعداد ان هو يسمع الاخرين ويتبادل معاهم المعلومات، وعنده خبرة كويسة في البيم والكاد والقواعد. تمام، كل ما يكون خبرته أكبر كل ما يكون أفضل، لأن هو ده اللي مسؤول عن إدارة المشروع.
وحضور الاجتماعات والحاجات دي. ممكن واحد يكون لسه متخرج بس شد حيله، ففي خلال 3 4 سنين لما خبرة كويسة واتدرب في كذا مكان، فينفع مفيش أي مشكلة خالص إن هو يمسك البيم مانجر، بس بشرط إن هو يكون فعلا مجتهد ويكون درس إدارة ويكون عنده خبرة في الإدارة ويكون عنده خبرة في البرامج ديت. البيم كوردينيتور ده بيبقى مسؤول إن هو يقدر يراجع الموديل ال 3D، يقدر يفتحه ويقدر يقول اه ده في، لا ده في حاجة معمولة غلط، ممكن تكون مشكلاش بس في مشكلة في حاجة اتعملت غلط، فيقول له لا خلي بالك انت لازم تظبط مثلا الفلو هنا، لا ده انت عندك مثلا في مشكلة في الأحمال هنا، ده عندك مشكلة في الموديل المعماري، يبدأ يشوف ايه المشاكل ويبدأ يقول لهم بتتحل ازاي ويحلها معاهم. يقدر يعمل الاجتماعات ويدير الاجتماعات ويقدر يقول لا ده دي اللي تتحرك هنا دي اللي تتحرك هنا. يقدر يدير القسم بتاعه والناس اللي هو مسؤول عنهم، يقدر يطلع الحصر الدقيق الكوانتيتي تيك اوف، يقدر يعمل سكادول 4 دي سكادول و5 دي سكادول ويعمل سيموليشن، يعني يتقن النمذجة ويتقن البرامج السيموليشن وبرامج السكادولات، ويكون عنده خبرة واحتكاك بالبرامج بقاله فترة، ويكون عنده استعداد إن هو يدير المشروع، ويفضل إن هو يكون عارف برنامج مثلا زي البرومافيرا أو ام اس بروجكت عشان موضوع إضافة بعد الزمن، ويكون مهتم بإن هو يعمل سبورت للناس ويهتم بإن هو لو في مشكلة معرفش حلها يدور على الحل بتاعها ويحل المشكلة. بعد كده نروح للبيم سبيشاليست، ده مطلوب منه ان هو يكون بيعرف على دراية بالبرنامج اللي شغال عليه، ممكن يكون هو بس متخصص في برنامج زي الاركاد او تكلا او ريفيت، يكون هو بيتقن البرنامج دوت، ولما يقول له مثلا حد يحل كلاش يقدر يدخل يعرف الكلاشات تتحل ازاي ويقدر يعدل في الموديل، يعني هو مجرد موديلنج بس لازم يكون عنده استعداد لتحمل المسؤولية وإن هو يعدل حسب ما المشروع محتاج وفاهم. لا ده أنا مثلا شغال في الإنارة فما ينفعش إن أنا أحرك، لا المفروض اللي يتحرك مثلا السبرينكلر، فيبقى عنده دراية بالأولويات وإيه الحاجة اللي تتحرك، لأن أهم حاجة في الشغل بتاعنا إن ما يبقاش فيه مشاكل، ما فيش أخطاء، ما فيش كلاشات، تمام. بس دي أهم الحاجات في الوظائف في البيم. كل كتاب أو كل كود بيبقى فيه اختلافات، بس دي أبسط حاجة ممكن نتكلم فيها. في حاجات تانية بتزود، بتقول لك بيم أبليكيشن، في حاجات بيبقى بيم تكنيكال، في حاجة حسب حجم المشروع حجم الشركة، كل بتبدأ وظائف تتضاف في النص. ممكن يكون الشركة صغيرة فتلاقي البيم مانجر مسؤول إن هو يشتغل مع الناس عادي، لأن هو الفريق كله 3 4، فمش معقولة نعين واحد بيم مانجر وبيم كوردينيتور ويبقى 2 بس هما اللي شغالين. حسب حجم المشروع حسب الشركة، وربنا يوفقكم. دايما تطور نفسك، دايما حاول يبقى عندك تطلع ان تتعلم حاجة افضل، خلي كل شهر افضل من الشهر اللي قبليه، تعلم حاجة جديدة، وربنا يوفقنا جميعا.